الدعاء حينئذ إذا فعلوا ذلك وتخلصوا من هذا وتخلصوا من الدعاء، ولا شك ولا ريب أننا نتكلم نحن لو كان كذلك الأمر، لكن ما نتهم فلان بعينه أنه كذا وكذا، نتكلم قواعد عامة. وحينئذ أفضل الدعاء لتدعونه في جوف الليل، ويكون في آداب قبله، طهارة وضوء، استقبال قبلة، رفع يديه، لكن لا ترفعوا أيديكم في أماكن لم يؤذن بها، كما عند المقابر بعض الناس يدفن الميت ثم يرفع يديه يدعو، ما ورد هذا، بل يرفع يديه إذا زار زيارة مطلقة. وهكذا الدعاء معلق بين السماء والأرض، فإذا صلى فإذا حمد الله وصلى على النبي ارتفع، فقبل أن يدعو الإنسان ويطهر ويتوضأ ويستقبل قبل أن يرفع يديه فإنه يحمد الله ويصلي على النبي، لأن النبي رأى رجل يدعو من غير صلاة ولا، قال عجل هذا، واتركوا العجلة في استجابة الدعاء، فقد يؤخر الدعاء الله لمصلحة، تمحيصكم، رفع درجاتكم، ما تعرف، فقل دعونا إلى الآن الضرب علينا وما أدري شلون، لا انتبه، قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، أقول دعونا ولم يشغب لي، أعوذ بالله من هذا، أعوذ بالله، أنت أحكم عن الله، الله يعلم أن تكون في الإجابة. أيوب كم قعد ثم سجيب له، انتبه، ما تعرف المصلحة، ما تعرف، يأخر الله. النبي هل أدعيته كلها استجيبت؟ بعض الأدعية ما استجيبت لأجل المصلحة أرجح للمسلمين، قال لا يذيق بعضهم بأس بعض، فأجابني قد يكون تمحص الحق أو يظهر الحق عندما يعادي بعضهم عضو ويبذل بعضهم بعض أسرع عضو، ويبان الصبر ويبان الحق ويتميز وضد تميز الأشياء مصالح، فما أجابوا في هذا لأن في حكمة، فلا زال المسلمين بعضهم يضيق بأس بعض ولا حكمة، ما أجاب الله نبيه في هذا. وكل إيش الأدعى مستجاب، قال ما لم يدعو بإثم وقد يترحم يستجاب له، إما بتعجيل دعوته يرفع بأسه أو بتأخيرها إلى الآخر، وهذا أفضل يرفع درجتكم في الجنة، أو يدفع عنكم من سوء. إذن الدعاء كله مستجاب، إذن نكثر الله أكثر، أكثر من الدعاء أنت في عبادة، أفضل عبادة الدعاء. نعم، فأكثروا يا إخوان من الاستغفار.